كاملين معكم مشاهدينا بفقراتنا المتنوعة. هلأ فقرتنا رح نتناول فيها مسلسل كان نقل نوعية بهيدا العيد، من خلاله كان عم بينقل واقع الأطفال المصابين بمرض السرطان. ضوية نجوم اللي كان من إنتاج الان تي في، ومعنا اليوم عبر الاتصال الممثلة والإعلامية إليس فرح. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، صباح النور وميلاد مجيد على الجميع يا رب. كلنا بنعرف أنه التمثيل هو رسالة، بس يمكن هيدا أول تجربة لإلك تمثيلية بمسلسل ضوية نجوم، فكيف تأجاك الفرصة أنه تكوني بهذا المسلسل؟ شو فيك تخبرينا أكثر عنه؟ أوكي، ديدي فرح هي صديقة لإلي، وهي يعني نمبر وان صراحة ببرامج الإنسانية. نحن عم نحكي من سنين، فشارك أنا وياها برامج كتير إنسانية سابقا. لما كتبت هيدي القصة، وهيدي القصة حقيقية واقعية، عرضت علي هيدا الدور. وحقيقة يعني أنا لو ما كانت هي هالقد عندها بعد نظر وهالقد شفتني بهالدور، يمكن كان الخوف غلبني وما يعني ما خضت هالتجربة اللي هي الأولى بالتمثيل. فهيك صارت، عرضت علي الدور وشجعتني ودفشتني وقالت لا بدك تقومي فيه لأنه أنت أم، وأنا بعرف أنه كيف علاقتك ببناتك وقد أنت هذا الدور بيشبهك. فمن هون انطلقنا من هالتجربة، والحمد لله يعني مو بعرف مثل ما شفته. نعم، ضوي نجوم يمكن إذا فينا نقول كان نقل نوعية ب يعني بأول انطلاقة لإلك بعالم التمثيل، لأنه من الواقع، فقديش كان في صعوبة بتحضير الشخصية، خصوصا إنه شخصية يمكن شوي أثرت بالعالم. صح، الدور كان كتير صعب. الشخصية يعني هي حدا عاش معاناة كتير كبيرة، من هون كان عندي مسؤولية كتير كبيرة اني انا مش بس عم مثل لأول مرة، اني انا عم عيش تجربة ام ما في اصعب منها بالكون، واحد يفقد ابنه او بنته. فمشان هيك يعني هيدي التجربة كانت سوبر حلوة وسوبر رائعة. قد ايه كانت هي قوية وعميقة وفيها مسؤولية كبيرة، قد ايه غزت روحي، وقد ايه عن جد يعني بتحس حالك انه بمحل، لانه كيف قلت انه تمثيل رسالة، عن جد رسالة. كان كل العمل كان رسالة، رسالة كبيرة مليانة رسائل صغيرة عن وقعنا، عن مجتمعنا، عن البيئة، عن التربية، عن الظروف اللي عم نعيشها في حياتنا اليومية الصعبة، لأن أكثر من 3 سنين بنعاني من وراها. فالحمد لله يعني عم بقول لك إنه هيدي بالنسبة لي يمكن أول تجربة تمثيل، بس كانت هدية كبيرة على الميلاد، فيها كتير 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 قصص حلوة ما بتنتسى يعني بحياتي. نعم، يعني مثل ما حكينا انه اول تجربه لإلك تمثيليه، وخصوصا انه دور بطوله الى جانب يورجو شلهوب، فكيف يعني كيف كان التعامل مع يورجو، وكيف كانت التجربه مع يورجو كاول مره؟ يعني حقيقه لما قالوا لي انه يورجو رح يشاركني ويكون ببطل، بيني وبينك صار قلبي بين ايدي زياده، لانه كمان ممثل يعني محترف وممثل محبوب جدا. خفت طبيعي، بس اللقاء معه ما بتتخيل، من اول لحظه حسيت انه انا بين ايدي امينه، متواضع جدا، يعني بيغار على العمل بشكل لا يوصف، متواضع، مهضوم، بيخلق دائما اجواء حلوه لكرمال الانسان الاخر اللي عم يشاركه البطوله يكون مرتاح. شو بدي احسن من هيك؟ حتى باوقات هيك بعتبر مثلا بدي اقول شيء اي شيء، طريقته فعلا سلسه وخجوله. عن جد يعني شخصية أنا يورجو كتير بعزه، وبعتبر حالي محظوظة أني عملت أول دور تمثيلي إلى جانبه. نعم، أكيد نحن عم نشوف مشاهد قدامنا كمان. اليوم إذا بدك توجه رسالة لطاقم العمل، شو بتقولين هون، وبالأخص للكاتبة دادي فرح؟ أنا بقول لهم
بشكرهم للكل فردا فردا اكيد بشكرهم من كل قلبي، لاني كنت باول تجربه تمثيليه لإلي، كنت بحاجه ماسه لناس تنتبه علي وتحبني وتحسسني ان انا بامان. فمن المخرج لديدي لفريق العمل للممثلين فردا فردا حسيت حالي كأنه بعرفهم كثير من زمان، كأني مش اول مره بشتغل انا وياهم، كانوا سند وكانوا خلقوا جو ممتع جدا رغم الالم ورغم الوجع ورغم المشاهد اللي فعلا كثير قاسية وعميقة، خلقوا جو حلو كثير واحد يقدر يطلع احسن ما عنده. بالنسبة لديدي، ديدي حبيبة قلبي وديدي صديقتي، وديدي انا عن جد بقلها انه من كل قلبي بشكرك على الثقة اللي حطيتيها فيي، على يعني هالقد كان عندها الثقة اني انا رح اكون مناسب للدور. هيدي شغلة يعني ما بتتمن، بوسها 100 بوسة وبقلها مرة جديدة انا بشكرك من كل قلبي اعطيتيني هالفرصة. نعم، اليوم تنروح شوي لأجواء العيد، شو بيعني لك العيد؟ عيد الميلاد، العيد شو بدي اقول لك عن عيد الميلاد؟ بالنسبة لي باختصار هو الولادة من جديد. ربنا بحكمته هو رسم هالدنيا هيك، كل ما بيجي عيد الميلاد بحس كأنه ربنا رايد أو دايما بيريد أنه نحن نخلق من جديد. تقطع سنة علينا مليانة هموم ومليانة يمكن زبزبات ومشاكل يومية وطبقات مشاعر سلبية، بيجي عيد الميلاد ليخليك عن جد تشلح عنك كل شيء هيك عتيق وكل شيء متقلك على كتافك وترجع تولد من جديد هيك بنقاوة وببياض وبصفحة جديدة. فما في أجمل من عيد الميلاد، ما في أجمل من عيد الميلاد. بعتقد الكل بحب عيد الميلاد، أحلى عيد بالسنة أكيد. ما زال حكينا عن المسلسل اللي هو ضوي نجوم، عن الأطفال اللي مصابين بمرض السرطان. اليوم بهذا العيد إذا بدك توجه رسالة لكل شخص من هول الأطفال أو اللي عم يسمعك، يعني شو بتقولي لهم عن الأطفال المصابين بمرض السرطان؟ أول شيء بدي أقول للأطفال بحد ذاتهم إنه هن عن جد يعني مش قصة قوية، هن شغلة كبيرة كتير. ربنا ما بعرف قدي بحط قوة بهالأهل وبهالأطفال، بتحس عندهم فرح رغم وجعهم رغم الهم، بتحس بمحل حاملين الألم بفرح وحاملين الوجع بقبول. هن جبارين، شو بدي أقول، هن جبارين. ولكل الناس اللي هن بعاد، يعني إن شاء الله يا رب الله بيبعد هالمرض عن كل الناس، بس اللي منه مجرب عن جد منه محل اللي عم بيكون هو بهالمطرح. ما في أصعب، ما بتصور في أصعب من هيك. أنا مثلت دور أم عانت هيدا الشيء وراح نص عمري، صرت فكر للحظة لو أنا يعني يا رب له بعد عني هالكيس، بس إنه لو أنا محل هالشخص ما بعرف قدر. ما في أصعب من هيك موقف. فمشان هيك بقول إنه ما لازم ننطر الأعياد لنحنا نفكر بهيك ناس. كنت مريضا فزرتموني، هذا الشيء لازم يرافقنا بكل يوم بحياتنا بكل مرحلة بعيد وبلا عيد، لأنه ما بتصور أنا ما في إنسان موجوع إلا ما بحاجة لمسكة إيد، إلا ما بحاجة لكلمة حلوة، إلا ما بحاجة لهيك إحاطة بحس بمحبة الناس ودعمه. فبس بدي أقول لهم أنه لازم نتذكر كل سنة أنه هذا الشيء موجود وكل الناس حقيقيين وموجودين. إن شاء الله يا رب يعني ما بيكون في بعيالنا هيك شيء، بس ما كمان الآخر اللي بنحس فيه وين ما التقينا فيه، إن كان بمستشفى أو بمركز أو بمؤسسة، ما ننسى إنه ما ننطر العيد لنكون نحن قراب ونعطي الهم ونقرب ونساعد قد ما فينا. قبل آخر سؤال بحلقتنا اليوم معك، يعني إذا قلنا أليس فرح منقول الإعلامية أليس فرح، من خلال الإعلام كيف فيك توجه رسالة للناس بهذا العيد بعيد الميلاد أو هلأ تحضير لاستقبال السنة الجديدة من خلال الإعلام؟ ليك ما فهمت
كتير عليك، يعني بس يعني كأهل مية إذا شو 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 يعني كأهل مية إذا اليوم بدنا نفرح الناس بعيد الميلاد أو نقول لهم يعني كيف يستقبلوا السنة الجديدة، يعني خصوصا إنه اللي قضى علينا بال 2022 كتير صعب. ف نحن يعني نحن أبطال، نحن شعب بتصور إنه اللي قطع علينا خلال السنين ما إنه قاطع على شعب عادي، بس نحن دائما ما في مرة انكسرنا إلا ما رجعنا وقفنا. قطعت حروب علينا، قطعت أزمات علينا، الأصعب اللي عم نعيشه اليوم إنه أنت مربط محلك، يعني حتى تقدر إنك تقوم مربط بمحلك قصد كان حاطينك بزاويه وقايلين لك اقعد لا تطلع من هالجنان. فانا بقول ما في الا الايمان بالله والايجابيه بحياتنا هي بتخلينا نستمر ويكون عندنا يعني نظره امل للمستقبل. كل شيء سواد بده يقطع، ما في طلوع الا ما في وراء، يعني ما في نزول الا ما في وراء طلوع، وكمان العكس بده يخلص هيدا الحلم البشع بده يخلص اكيد. فمشان هيك ما قلنا غير نتمسك بالرجاء وبالرب وبالايمان، وكله بده يزبط بس نفسنا يكون شوي طويل. هن قطعولنا اياه بس نحن رح نكون اقوى ورح ناخذ نفس عميق ونضلنا ناخذ نفس عميق تتخلص هالمحنه باذن الله. واكيد اكيد مع ولاده الطفل يسوع وهلا بدايه سنه جديده بعد كم يوم، سبحان الله بتحس انه كانه صفحه جديده، شابتر جديد فت فيه، فات الانسان فيه. ان شاء الله يا رب يحمل معه كل الخير وكل السلام وكل الصحه على كل بيت لبنان يا رب. ان شاء الله ان شاء الله اكيد تكون سنه حلوه. اليس قبل ما نختم الحلقه معك، هل في شيء تجارب تمثيليه جديده لل 2023؟ حقيقة بعد لا ما في شيء ابدا. نحن خلصنا مش من زمان تصوير على فكره، دغري يعني طلع المسلسل ما كان الا زمان موقفين. فبتعرف اول تجربه تمثيليه يعني انا اللي حضرت حالي لهلا، في كم حلقه كنت بعدني مرتبطه على التلفزيون ما قدرت احضرهم بوقتهم. فناطره اكيد العمل قديه بده ياخذ اصداء حلوه. الحمد لله كثر خير الله انه الاصداء ايجابيه، ومن هون ورح ننطر ونشوف اذا في ولا ما في. بس انا بعتقد انه عندي تجربه اكيد اضافت كثير لحياتي وما راح انسيها بحياتي كلها، لانه هالقد كانت حقيقيه وهالقد وصلت رسائل حلوه. إليس فرح الآلمية والممثلة إليس فرح، نحن بدنا نتشكرك يعني، وشكر كتير كبير لوقتك اللي عطيتينا إياه. مشاهدينا بريك، أنا بتشرف أكيد. تانكيو لكم ويعطيكم ألف عافية. مشاهدينا بريك بنكمل معكم. حيطان هالبيت اللي أمك شحطتني منه بس بعد 3 أيام من ما ماتت كيت، لو هالحيطان بتحكي كنت بتسمع صوت وجعهم على بنتك. كل ليلة بهالبيت بتخبي وجع ودموع لبنت تسعل وتبكي وتسأل عن عائلتها، وأنا اضطر كذب وإلا لو ما بيك بيشتغل، لو ما بيك بيتعب نحنا ما فينا ناكل وما فينا نشتري الدواء. بس أنت وين كنت يا بلا ضمير؟ مشاهدينا بعد البريك ومكملين بفرح. قديه حلو نعيد عيد الميلاد بأصوات حلوة، ترانيم حلوة، ترنيمة نور الكلمة اللي انعملت من سنة واليوم نفس الكلام بينقال بهذا العيد. تنعرف أكثر عن هيدي الترنيمة رح تكون معنا المرنمة ريتا مارديني. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يعني بداية عالم الترنيم بعيد الميلاد شو بيعني لك؟ أول شيء بونجور. الترنيم بحد ذاته هي بالنسبة لإلي صلاة، وبنقول دايما أنه ما نرتل صلاة مرتين.
وخصوصي بفترة هيك بفترة الميلاد هيك بتحسها انه عم بتقدم صلوات زيادة للرب للسماء، هيدا بيعني لي اكثر. احنا رح نشوف نحن المشاهدين ونسمع نقول الكلمة منكمل. شو فيك تخبرينا اكثر عن هيدي الترنيمة؟ هيدي الترنيمة مثل ما قلت انه انعملت من سنة تقريبا وانعرضت، يعني كانت بفترة نوال كمان. هيدي الترتيلة بتحكي عن واقع، مثل ما قلت انه نحن عم نناشد يسوع انه نحن عارفينك انه انت جاي، انت رح تجي كرمال الاشخاص اللي محتاجين لك، انت جاي تزرع البسمه بقلوب اشخاص ما بيقدروا يضحكوا من وراء كل شيء عم بيصير حوالينا، من وراء الوضع، من وراء كل شيء، كل شيء جاي تخلصنا من الخطيه. هيدي الترتيله كتبها استاذ شربي الشعيا، بوجه له تحيه، ولحنها استاذ جوزيف كرم كمان بوجه له تحيه، وكان تصوير الكليب واخراج الكليب للزميل حيدر حيدر كمان بوجه له تحيه. كان عمل متكامل وكان حل نعمه يسوع، والنعم من السماء كانت عم بتشتي معنا بهذا العمل. نعم، بهيدي الفتره يلي هي فتره عيد الميلاد كان عندك كذا رسيتال، صح؟ وانا اي رسيتال اللي حسيتيه هيك قريب منك وانا وحبيتيه اكثر؟
صراحة كل عمل بنقوم فيه بيبقى عنده رهشته مثل ما بيقولوا، بيكون عنده بصمة خاصة لبعدين طلعت تتذكرها فيها. كان عندي رح اقول مش ريسيتال واحد، رح اقول عملين شاركت فيهم. ريسيتال اول واحد اللي شاركت فيه كنت ضيفه بمدرسه الفالبيرجاك، كنت قدمت ترتيلتين لروح الزميله الراحله ميشيل الحجل. هيدا كان كثير بيعني لي هيدا الموضوع، خصوصي انه عم برتل كرمالها. وتاني ريسيتال اللي شاركت فيه كمان مع جوقة مار يوسف الروضة، كمان عائلة بتجنن، كلهم أصوات حلوة وكلهم كمان هيك طيبين ومحبين. وكان معنا بنوتين صغار ماريتا رعيدة وتريسي زينون، كمان بجرهم تحية لكلهم للأكيب كله، كان عمل كتير رائع. نعم. كمان اليوم إذا بدنا نحكي عن كورال، هل برأيك ضروري يكون المرنم مغني أو مطرب تيقدر يكون مرنم سوليس بقلب كورال، ولا أي فنان ممكن يكون عم بيرنم ترنيمة؟ هلا اذا كترنيم الرب منه ناطر منا يكون عندنا صوت حلو او يكون عندنا موهبه لحتى نسبحه ونصلي له، بس بنفس الوقت كمان الصوت الحلو والاحساس والاداء الصح بيوصل الرساله، بيوصل الصلاه مظبوط، مش الصلاه، بيوصل كلمات الترتيله بطريقه جيده كرمال تنفهم وكرمال كمان تكون هيك حلوه. بس انه كل انسان يمكن اذا تمرن شوي يمكن ما يكون عنده صوت حلو، بس يمكن يكون عنده دينه موسيقيه، يمكن بصيب لحن، يمكن كل انسان بيستفيد من هيدا من شيء اللي ربنا عطيه بالوزن تبعه. نعم. على الصعيد الروحي، هل بتتقصد انك تعيشي الحاله المناسبه اللي عم تعمليها للترنيمه قبل ما تاديها؟ مش بتقصد، بس مثلا رح اعطيك اكزامبل، ترتيلة قديسة رفقة اللي انعملت كمان من فترة، كمان كتبها استاذ شربل كميل شعيا ولحنها استاذ جوزيف وصورناها كمان بجربتها، كمان كان معي حيدر. فهيدي الترتيلة ايه انا تقصدت انه تكون بتحكي عني انا بالذات، واستاذ شربل عرف شو بدي من دون ما انا اطلب هيدا الشيء. وقت تعيش حالة الترتيلة بتوصل المساج صح، يعني مثلا بترتيلة قديسة رفقة كنت عم بحس حالي انه عن جد انا اللي عم بحكي، انه عن تجربة وعن وقفة قديسة رفقة هيك بحياتي، وهيك كمان نور الكلمة. اجباري بدك تعيش الحالة، اجباري بدك تفوت بالترتيلة، بدك تعيشها، بدك هي تسكن فيك قبل ما انت تسكن فيها للترتيلة، لحتى تقدر توصل المساج المضبوط منها للمستمع او المتلقي يفهم انت شو عم بتحاول توصل له من خلالها. فمش مش بنتقصد انه نعيشها، لا بالعكس، لازم يعني نحس فيها من جوا. اليوم عيد الميلاد بحد ذاته شو بيعني؟ عيد الميلاد اجمل فتره على فكره بالسنه. الميلاد بالنسبة لي هو تجدد، مثل ما يسوع خلق ولد بمغارة فقيرة، ما سأل، يعني ما خلق مثل الأطفال الغنايا أو هيك. وبالرغم من هيدا صار هو ملك الملوك. فالميلاد بالنسبة لي هو التجدد، نعرف نرجع نتجدد بإيماننا، هيدا فرصة لإلنا لنرجع نتجدد بإيماننا، لنرجع نصلي، لنرجع نحب مثل ما وصانا يسوع. يعني بالنسبة لإلي هو تجدد. نعم. حكينا عن الإيمان وحكينا عن الحب، إيمان بالله قد إيه كمان مهم بحياة كل واحد منا، قد إيه مهم بحياة الناس اللي يمكن هني بحاجة اليوم طريق أو إيمان. بدي أقول لك شغلة، إذا ما في إيمان ما في حياة، ما في إيمان ما في رجاء.
لازم نكون نحن مؤمنين ومبسكين بإيماننا، لأن الحياة رح تعلمنا كتير دروس، الحياة رح تقسى علينا كتير، رح توقعنا كتير. بدون إيمان ما بنقدر أبدا نتخطى شيء من هودي كلهم. بالنهاية نحن عنا رب بيسمعنا وبيضلوا حدنا ومسكنا بإيده، ما بيخلينا نوقع، ما بيخلينا ننكسر، بيمسح لنا دموعنا. فلازم يكون عنا إيمان كتير قوي فيه لحتى عن جد نثبت له قدي نحن منحبه. نعم. اليوم مع اقتراب نهاية هالسنة استقبال سنة جديدة، هل في شيء بتندم عليه عملتيه بال 2022؟ يمكن تضحك علي، أوكي؟ أنا من الأشخاص اللي ما بندم على شيء، لأنه كل شيء بالحياة منعيشه هو درس لنا لبعدين. يعني كل شيء بتتعلم منه، يعني إذا كان شيء حلو بتتعلم منه لبعدين، وإذا كان شيء مش حلو كمان بتتعلم منه. المش حلو بتتعلم منه أكتر، لأنه بتصير تعرف أنه أنت هون ما كان شيء منيح، لازم ترجع تصحح أو لازم ترجع تشتغل لحتى تكون أفضل. والمنيح كمان تشتغل تصير أكتر أكتر وأكتر لتضلك محافظ على هذا الشيء البوزيتيف اللي عشته واللي انقطع معك. نعم. يعني هل في شيء تحضيرات جديدة ل 2023؟ يعني ثلاث ترانيم. أكتر من ثلاث ترانيم. هلا هن أكتر ثلاثة يمكن تبع القديسة رفقة أو تبع الميلاد، يعني هن أكتر اثنين يمكن يعني أنا بالنسبة لي حسب وقت سمعتهم أجمل اثنين. دقوا فيك يمكن. يس. هل في شيء جديد بدك تحضريه أو عم يتحضر؟ بضل في أشياء جديدة لبعدين، يعني هلا عم بسعى لحتى يكون عندي بعد شيء مميز. إن شاء الله خير. وأكيد في تحضيرات لأشياء كثيرة لبعدين، أكيد أكيد بإذن الله. قبل ما يكون حيدر هو الدائم كمان لإلك، مين أكتر حدا واقف حدك اليوم بهذا العالم؟ مين أكتر حدا عم يدعم؟ أهلي، ماما وبابا وأختي، هن الأساس. لو ما هن أنا ما شي هلا. أنت بتعرف هلا كمان ماما نطرتني برا، وجهلها تحية كتير كبيرة، هي والبابا وأختي، لأنه هن الأساس، هن الدعم الأول. وكمان الأصحاب، الأصدقاء، المقربين كمان لهم دور كتير كبير. بالنهاية ما فيك مثل بيقولوا ما فيك تمشي وحدك بهالدرب، إجباري بده يكون حدك أشخاص بيحبوك، بيوثقوا بقدراتك، بيدعموك. يعني اليوم العائلة كتير مهمة بعيد الميلاد، وجمعة العائلة كمان حلوة. صحيح. إذا عبر الكاميرا إذا بدك توجه رسالة للناس عن معنى العائلة، عن جمال العائلة بهذا العيد، أكيد رسالة لأهلك إذا بدك تقوليهم شي كلمة، شو تقوليهم عبر الكاميرا؟ بدي أقول لكل العيال، حافظوا على عيالكم، حافظوا على جمعة العائلة، عيشوا مع بعضكم وفرحوا مع بعضكم وضحكوا مع بعضكم، عيشوا كل ثانية، لأنه أول شيء العائلة ما بتتعوض. الأهل، الإخوة، ما بيتعوضوا أبداً. استفيدوا من كل ثانية معهم، مع إخواتكم. ما تخلوا زعل يبعد بيناتكم، بالعكس تقربوا من بعضكم أكتر، واستفيدوا من كل ثانية بهذه الحياة بتجمعكم سوا. ولعائلتي الله يخلي لي إياكم وما يحرمني من وجودكم حد، لأنه أنا بلاكم ما بسوى شيء. بالختام حبيت نسمع حيلا ترنيمة بصوتك. اوكي، رح اقول ترتيلي لانه عم نحكي عن العائله وهيك، هيدي الترتيلي كمان كثير بتعني لي. عم صلي لك. عم صلي لك، عم صلي لك، وعيوني شموع بضوي لك، بليلة ميلادك يا ربي ضوي عالكون نديلك. العيلة باركها وكبرها، والخير عطيها وعمرها، والقمحة بيدر صيرها، بليلة ميلادك يا ربي ضوي
الكون نديلك عم صلي لك عم صلي لك وعيوني شموع بضوي لك بليلة ميلادك يا ربي ضوي عالكون نديلك. يعني هو في كلام ينقال من بعد ما نسمع هالترنيمة بصوت رائع يعني وجودك معنا كان كمان رائع. ريتا مارتينو بدنا نشكرك. أنا بدي أتشكرك على الاستضافة. ومشاهدينا ما ننسى إنه العيد هو فرح والعيد هو يسوع المسيح. ما اقترب السنة الجديدة، خلينا نضل مناضلين ومبسوطين و بريك ونرجع نكمل معكم مع زميلتنا أرزة بيطار.